انا كلمتكم امبارح واول امبارح عن النشاط الكبير اللي حصل هذه الايام في جامعه الدول العربيه. ابتدينا الكلام بالاجتماع اللي عقده وزراء خارجيه الدول العربيه لاخذ قرار بالاجماع بعوده سوريا الى الحضن العربي والى البيت العربي والى العضويه الكامله النشطه في جامعه الدول العربيه بعد فتره تجميد عضويه استمرت اكثر من عقد كامل من الزمان. ثم تحدثنا عن النشاط الجديد الجامعة العربية وهو الكلام عن اجتماع أيضا طارئ لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أخواتنا الفلسطينيين هذه الأيام وزيادة قوافل الشهداء بشكل كبير جدا جدا لدرجة النهاردة بس أكثر من 21 شهيد ما بين الفلسطينيين والقائمة والقافلة مرشحة للزيادة في ظل هذا العنفوان والعدوان الإسرائيلي الغاشم دون أي رقابة أو حساب أو محاسبة من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة اللي المفروض هي المظلة الدولية. السؤال هنا، هل هذا النشاط لجامعة الدول العربية هو نشاط سيظل نشاط كلامي، سيظل نشاط استنكاري، سيظل نشاط يعبر عن الشجب والإدانة فقط، ولا من الممكن أنه نرى تحولا فاعلا ومؤثرا في الجامعة العربية هذا الكيان لكي يكون صاحب فعل وصاحب قرار وصاحب تأثير يستطيع أن يحمي الدول العربية الأعضاء ولا يبكي فقط على أطلالها؟ رحبوا معايا بسعادة السفير وزير خارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي. مساء الخير يا محمد بيه. أهلا أهلا أستاذ تامر، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ إن شاء الله أكون بخير يا فندم. والله الحمد لله، بغض النظر عن الأحداث الجارية حوالينا. والله بغض النظر فعلا الواحد يقول الحمد لله. معالي الوزير، أنا تساءلت هل هذا النشاط والزخم السياسي والدبلوماسي اللي حاصل في الجامعة العربية ينبئ بشيء ولا هو كالمعتاد بيانات واستنكارات فقط؟ والله بص حضرتك، يعني نشاط الجامعة وحيويتها مبنية على من أعضاء أو هي الأعضاء الجامعة الدول العربية ممثلين في وزراء الخارجية والقادة بعد كده، هم اللي بيقدروا يدوا الجامعة الدور المرجو أو المطلوب منها في أحداث كثيرة. نعم. لكن الجامعة كأمانة عامة ما تقدرش إنها يكون لها يعني مبادرات على الأرض إلا بتوافق عربي وإلا بدفع ومساندة من الدول العربية في لبحث ملفات معينة زي ما حصل في ملف سوريا. حضرتك هتشوف برضو الملف السوري اللي بدأوا بعض الدول العربية ثم نعم. بعد كده انتقل هذا الملف إلى جامعة الدول العربية وأخذ بقى الشكل القانوني والإطار الخاص بعودة فعلا سوريا إلى مؤسسات أو إلى عضوية الجامعة، عضوية الجامعة وحضور كل مؤسساتها. نعم. وبعدين اليوم الرئيس السوري تلقى دعوة لحضور القمة في الرياض يوم 19. صحيح. أو في جدة يوم 19. نعم. فإذا الموضوع يعني مش مرتبط اساسا ب يعني الجامعه او امانتها العامه بالظبط، هو عليك الموضوع لازم ياتي من الدول العربيه وبعد كده بتوكل الجامعه. يعني مثلا حضرتك تشوف مثلا الامين عام جامعه الدول العربيه وعضو في اللجنه الخاصه بمراقبه الاوضاع في السودان مصر والسعوديه وامين عام الجامعه العربيه. صحيح. اذا هو بيشتغل يعني في اطار تفويض بيمنح له. نعم. من أعضاء جامعة الدول. طب هل المثل اللي حضرتك ذكرته ده في المهمة العربية اللي قادتها بعض الدول في ملف عودة سوريا واللي في النهاية كللت بالنجاح، ممكن نلاقي خلال الفترة القادمة بعض الدول العربية تأخذ على عاتقها مهمة إصلاح أو ربما تغيير ميثاق جامعة الدول العربية وتؤدي هذه المهمة إلى نجاح ولا ده صعب؟ والله يا فندم معلش أنا يعني ليا رأي مختلف شوية. اتفضل يا فندم. أنا مش من أنصار فتح النقاش في ميثاق جامعة الدول العربية على الإطلاق. ليه؟ لأنه حضرتك أنت قدرت تصل إلى قرارات جماعية بالميثاق الموجود حاليا اللي هو بالنسبة لموضوع سوريا، ما كان في دول معترضة على عودة سوريا إلى الجامعة. ولكن بيحصل نقاش وتوافق أحيانا ويعني قبول على مضض ممكن أو تحصل. لكن فتح الميثاق حضرتك ده موضوع مش هيتقفل، يعني عارف لو فتحنا النقاش في الميثاق مش هيتقفل وهيخش في بنود اخرى
ايوه. طب هو ايه التحفظات او ايه المخاوف اللي ممكن تبقى عند حضرتك حتى لو اتفتح النقاش وما اتقفلش، لانه يعني الناس كلها قالت لك انه هذا الميثاق اللي وضع من اكتر من 70 80 سنه الزمن تجاوزه والظروف السياسيه تجاوزته؟ لا زمان ما تجاوزوش، هو تجاوز بس نقطه واحده اللي هي عمليه التصويت وعمليه اتخاذ القرارات. ايوه بس هي دي ده البند الوحيد. لكن حضرتك هل انت تضمن؟ طيب ما انت ممكن قوي تناقش هذا البند لوحده ويحصل نوع من يعني التصويت عليه في قمه او في غيره، ويبقى كده انجزنا الموضوع اللي هو نقطه اللي هي دائما نقطه الضعف الحقيقه في اداء الجماعه هي حته التصويت بالاجماع ولا بالاغلبيه. صح. فلكن هنقعد بقى ناخد بند بند وانا ليا رايي وانا فحضرتك من انصار ان يبقى الميثاق زي ما هو ولا نفتح هذا الباب حاليا ونشتغل بالجهود اللي هي رباعيه او ثلاثيه او خماسيه؟ واللي هي انتجت في النهايه عوده سوريا، وده كان قرار مش سهل يعني، كان فيه مصاعب. ايوه بس هو السؤال هذه المجموعات ينفع تعمل مهمات اكبر من فكره عوده سوريا؟ تنفع نتكلم في ملف فلسطين بجد، في ملف السودان بجد، في ملف العراق بجد؟ لا ملف طبعا السودان ممكن قوي يكون فيه اسهام من جامعه الدول العربيه، وحتى في الحل السياسي القادم في سوريا اعتقد ان جامعه الدول العربيه بعد اعاده سوريا للجامعه. انت عارف حضرتك فاكر المبعوث، اول مبعوث تم تعيينه اللي هو كوفي عنان لسوريا كان معاه مبعوث عربي كمان. صحيح من الجامعه. صحيح. بعدين بعد كده لما حصل بقى تطورات فسوريا قالت لا خلاص انا مش عايزه مبعوث الجامعه. مظبوط مظبوط. دلوقتي انت ممكن تعود الى يعني حل بعض المشاكل المزمنه الموجوده في العالم العربي في المرحله الحاليه بعد يعني عمليه احياء كده العمل العربي المشترك. وانا بشوف ان القمه الجايه في السعوديه اعتقد انها هتقدم من جديد في هذا الشهر. وحضرتك بتعول هنا على الايرادات السياسيه بقى للدول العربيه؟ لا طبعا حضرتك ده منطق او منطق الامور، وهو ده يعني لازم احنا دايما ننظر اليه. ان الحقيقه الجامعه بتصاب بانتقادات يعني هي مش مسؤوله عنها احيانا. لا هي على فكره كل الانتقادات اللي بتوجه للجامعه ليس نقدا ليها او تشويها، بالعكس ده اشفاقا على عدم قدرتها على التدخل الحقيقي والمؤثر في الملفات العربيه الشائكه. اكيد اكيد. بس عليك برضو لازم تحط عنوان كده اخر، وهو انه في النظام الدولي الجديد اللي احنا بنعيشه في المرحله الحاليه هناك وهن للمنظمات الدولية والإقليمية بشكل عام. أحسنت. هو صحيح الأمم المتحدة نفسها يعني بتعمل عدل مجتمعي ودولي بشكل عام إزاي يعني؟ صحيح. صحيح صحيح. ده احنا عايشين في نظام دولي جديد أو يعني لسه بيتكون أو في طريقه إلى التكوين، لكن المؤسسات فيه حصل لها ضعف ووهن كبير وأصبح فيه عدم قدرة على التدخل والتأثير. بالظبط كده يا فندم. احسنت مع الوزير، بشكرك شكرا جزيلا ولا حرمنا الله دائما من خبراتك السياسيه. شكرا جزيلا محمد العرابي وزير الخارجيه المصري الاسبق.